لازم يعني اقولهم لحضراتكم، عندنا اسره من الشرقيه. الاسره دي فيها ثلاث اشقاء، محمد وامال وكريم. صورهم عندنا يا جماعه، محمد وامال وكريم. الثلاث اشقاء دول والدتهم هم من قصار القامه زي ما حضراتكم شايفين الصوره. والدتهم اتوفت من 11 سنه وتركتهم كانوا اطفال، يعني كان كل الاعمال المنزليه بيعملوها. محمد 28 سنه الان حصل على ليسانس تربيه اسلاميه، وامال 23 سنه حصلت على ليسانس دراسات اسلاميه، وكريمه 18 سنه بالثانويه العامه. دي الاسره اللي من الشرقيه. الظروف الماديه صعبه جدا، لان البيت اللي هم قاعدين فيه، احنا عندنا صور البيت اللي هم قاعدين فيه، وروا لنا يا جماعه البيت اللي موجودين فيه، بيت ظروفه صعبه جدا، وظروف الحياه كمان صعبه جدا. الدخل تقريبا يعني، من ارسل لنا هذه الصور قال انه حالتهم الماليه تقريبا تحت الصفر، تحت الصفر. فانا بقول اهو، عندنا وسيله التواصل معاهم، تليفوناتهم موجوده. وزاره التضامن، لا يعني خلينا احنا بس بنعرض الصوره، يعني الناس هتشرح نفسها اكتر من الصور. ايه يعني هتشرح الصور؟ الصور شرح كل حاجه. وزاره التضامن، المؤسسات الخيريه الكبيره، يا جماعه هذه اسره تحتاج الى عونكم، فارجوكم لا تتاخر، واحنا هنتابع من ناحيتنا ونشوف المساله. محافظ الشرقيه الحقيقه لا يتاخر في مثل هذه الامور. انا بناشد محافظ الشرقيه كمان، اناشد وزيره التضامن، الجمعيات الخيريه اللي هي قائمه على التبرعات من الناس عشان مثل هذه الحالات. نرجو انكم تفحصوا هذه الحاله، احنا عندنا وسيله التواصل معاهم، فنرجو انه يعني وزي ما بيقولوا يعني عشان ربنا يكرم البلد كلها، الحالات اللي زي دي لازم نراعيها.